على قدر الامكان. طيب ليه الاهلي خسر من سموحه بثلاثه؟ ان الاهلي يخسر مباراه في حد ذاتها دي نتيجه مش طبيعيه، يعني مش من الطبيعي ابدا المعتاد ان الاهلي يخسر مباراه، دي من الحاجات القليله جدا، ولما يخسر 3-0 لا دي مساله مش من الطبيعيه خالص. الاسباب الفنيه المنطقيه الطبيعيه اللي موجوده انه دي لعيبه راجعه من راحه فتره طويله، الكوتش عنده برنامج لتاهيل هؤلاء اللاعبين واعاده تجهيزهم بدنيا وذهنيا عشان يخشوا في فورمه المباريات قبل السفر لابو ظبي يوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله، ما عندوش الا فرصه يوم الاحد المباراه الاخيره اللي هيلعبها مع البنك الاهلي قبل السفر. فبالتالي الفكره على او التعويل على انه الجزئيه البدنيه والذهنيه محتاجه وقت، محتاجه وقت، عنده برنامج اكيد، الراجل عنده خطه لاعداد اللاعبين في التوقيت المناسب قبل البطوله. لكن احنا هنتكلم بلسان مستر بيتسو موسيماني ليه؟ ما نسمعه هو نفسه بعد المباراه رؤيته الشخصيه ايه؟ كويسين، لكن هو طبعا انتاجهم البدني في الماتش مش قادرين، بس لازم طبعا نعدهم عشان كاس العالم. And they have to get a game like this. ولازم في مباراه زي دي يلعبوها. Of a team that's very ready. يكون فريق جاهز جدا ودافع physically strong. بدنيا اقوياء قدامنا. And you must know when you come from Corona you lose weight. Abdel Kader lost 5 kilos. يا جاي من كورونا معظمهم خسوا 3 كيلوس. عبد القادر 5 كيلو خس وطه 3 كيلو. It's not an excuse. ده مش عذر طبعا. They are not ready. You can see. هم مش جاهزين زي ما انتم شايفين، مش جاهزين. They're not ready. You know, and we're busy losing players in the Cup of Nations. برضه في لعيبه مش معانا موجودين في بطوله افريقيا، يعني فاقدينهم مع منتخب مصر. We lost two yesterday. وفي اتنين فقدناهم. شناوي وحمدي اتصابوا. So, and I have to protect what I have here. فلازم احمي واحافظ على الموجودين دلوقتي معايا. It's a difficult situation. موقف صعب طبعا. You know, they have a difficult situation. They come from Arab Cup. جايين من كاس العرب. Players are overloaded. لعيبه متحمله. Cup of Nations. وكان بطوله افريقيا. Corona. كورونا حاليا. We are in a difficult space. في موقف صعب. But we have 9 days. Still. بس قدامنا 9 ايام لسه. ان شاء الله they'll come back. ان شاء الله يرجعوا. Few more days. ان شاء الله شويه. They'll be okay. They'll be back. كمان كم يوم ان شاء الله ممكن. And Pesci also come from Corona. وبيرسي برضه. لويس كان برضه كورونا. إذا زي ما توقعنا هو الراجل خاف على الباقي. ما عندوش استعداد يخسر عنصر واحد. لكن في نفس الوقت الديفيكالت سيتويشن او الموقف الصعب اللي هو عبر عنه، احنا طب انا هخاف عليهم، طب ازاي هيستعدوا؟ لازم عايزين ماتشات. طب لما بيلعبوا ماتشات، ما هو خسر عمار في كادمه، وخسر صلاح محسن في عمليه، وخسر ناس في الكورونا، وعمال كل ماتش ما فيش حد بيطلع، يعني عمليه مرعبه جدا جدا جدا. نتمنى، هو بيقول 9 ايام اللي جايه باذن الله نقدر يعني يلم الامور بالشكل البدني والفني المطلوب. لكن اهو يعني هيرجع لك ديانج، ارجو انه يوصل بالسلامه بعد خروج مالي، ما يبقاش عنده كورونا ولا حاجه بقى اخر. وربي ربنا طمنا على الاثنين المهمين جدا، حمدي فتحي والشناوي يحافظ على المتبقي. أيمن أشرف بقى وشريف. أيمن أشرف وسلاية وشريف. ثلاثة. عموما أعتقد بإذن الله تعالى منتخب مصر يتأهل بعد مباراة المغرب يوم الأحد إن شاء الله ويصعد للسيمي فاينل، وصعوده للسيمي فاينل معناها إنه مستر بيتسو موسيماني عليه إن هو يعد العدة لبدايل فنية غير اللي هيكونوا أو غير العناصر الأربعة الأساسيين اللي المهندس عدلي ذكرهم اللي هيكونوا مع المنتخب. خلاص اكرم توفيق خرج بره الحسبه بالنسبه للاثنين، احنا بنتكلم في الشناوي وبنتكلم في ايمن اشرف وبنتكلم في عمرو السوليه وبنتكلم في محمد شريف، دي العناصر المهمه، وحمدي فتحي دي العناصر المهمه الدوليه اللي موجوده دلوقتي. منتخب مصر باذن الله يتجاوز المغرب ويروح للسيمي فاينل، على مستر بيتسو موسيماني انه يعد العده للبدايل عن هذه العناصر الخمسه المهمه. عشان كده فكرة انه كان يلعب بطولة كاس الرابطة في الجزء الاول بعدد من الناشئين كانت مسألة مهمة لاستكشاف دول، ثم لما يجي يلعب النهاردة مباراة سموحة بالقوة الاساسية المتاحة اللي موجودة هدفها التجهيز البدني لدول. بس هل كان الافضل يلعب مباراة ودية عشان يجهز الناقهين العائدين دول، ولا يعتمد على مباراة في كاس الرابطة؟ كان رأي مهم للدكتور طه اسماعيل في الجزئية دي نشوفه. احنا ما بنعترضش على انها مباراه تجريبيه، بس اي مباراه بتلعبها
لازم بلعبها تحت مبدأ play to win، بلعب عشان أكسب. أي مباراة بلعبها، مفيش مباراة بلعبها هزل، بلعبها عشان أكسب. قدرت أكسب أكل بيها، ما قدرتش مفيش مشكلة، بس أنا عندي نيتي إن أنا أكسب. طيب علشان ألعب مباراة تحضيرية يبقى لازم أحط الناس في أماكنها المضبوطة، وألعب بالتشكيل القريب يبقى فيه نوع من الانسجام في الأداء ومعقولية في الخطوط وبعضها. إنما ما أعمل تشكيلة أحط الناس كلها عشان تنزل تلعب، بعمل تقسيم أحسن ما ألعبش ماتش. يعني كل عمل تقسيمه مع النادي لوحده مع بعضهم، ويلعبوا كل واحد في اي حته مراكز، مجرد يعني جاست باسنج جيم وان ممكن. انما اما العب مباراه مع فرقه ومحسوبه عليا ان دي مباراه رسميه بشكل او باخر، حتى لو وديه، انما محسوب عليا ان انا بلعب ضد فريق اخر ومش عايز اخسر منه، لازم يبقى منظم نفسي بشكل كويس. والا ما العبش، العب ليه طيب؟ إذا كنت أنا بلعب ومش هممني إن أنا أخسر ثلاثة، يبقى أنت ما كنتش ألعب مباراة ودية خالص، ولا اشترك يلعب بالأشبال زي ما عملت قبل كده، ما دخلش دول بقى. إنما أدخل دول أدخلهم بنظام، بمعنى إنه نفس التشكيل ده، بس أحط في بعض المراكز بعض الأولاد الصغيرين اللي بالهم مظهر كويس، بحيث يبقى فيه توازن. يعني دي طبعًا وجهة نظر الدكتور طه، واتفاقي واختلافي معاه أنا تقريبا مش مختلف، غير في ان لا مش عايز اخدها مباراه، يعني ان لازم اكسبها لكن استفيد منها، لازم استفيد منها. النهارده يعني الثمن مش متوقع، ومش عارف مدى الاستفاده منها. برضو مستر موسيماني هو صاحب الحق يقول لنا استفاد ايه من المباراه دي، ولو انه مؤكد هيكون استفاد حاجاتها يا استاذ ابراهيم، اهمها ما عملش كده. صحيح، هو ده الدرس كمان، لانه انا بتكلم على ما عنديش رفاهيه الوقت، ما عنديش متسع من الوقت اقدر اجرب زي مستر كيروش. احنا كان اعتراضنا على انه هو انت عندك وقت يا خواجه، ولا عندك عدد كافي من الماتشات تعمل التبديل والتوفيق ديت؟ لا كيروش، انت بتبدل وتغير في مباراه رسميه، يعني بتختبر مصطفى محمد كجناح، وبتختبر محمد صلاح كراس حربة، وبتختبر أيمن أشرف في نص الملعب، وبتختبر محمد عبد المنعم باك رايت، وتريزيجيه صانع لعب، كلها في غير أماكنها وغير قدراتها وغير حتى اللي حفظهم للمهام بتاعتهم. ده مش وقت وفي مباراة رسمية. فعشان كده كان الاعتراض النهاردة للدكتور طه إسماعيل بيتكلم عليه، هو في وقت أن أنا أبدأ أعمل طريقه بعناصر مختلفه في غير اماكنها، ومدرب النادي غير مدرب المنتخب، مدرب النادي حافظ قدرات لعيبته وعارف اتساع القماشه بتاعه كل لاعب تدي فين، فبالتالي ممكن اجرب وممكن اغير في تقسيمه في مباراه وديه، لكن ما عنديش عنصر وقت وهدف ان انا ارجع اللعيبه دي للحاله البدنيه والذهنيه اللي كانت عليها، يبقى احط كل واحد في مكانه. لكن هو ليه سموحه كسب ثلاثه؟ ده مش بسبب سموحه، ده السبب اللي قاله كابتن محمد عمر. يعني انا عايز بس اقول اللي ساعد سموحه على الفوز هو طريقه لعب النادي الاهلي، انه لعب ثلاثه ورا. الثلاثه الورا دي معناها ما فيش عمق دفاعي، بل كمان فيهم واحد الظهير الايمن اصلا مش ظهير، اللي هو طاهر محمد طاهر. صحيح. وبيلعب قصاد اخطر لعيب في سموحه اللي هو عبد الكبير الوادي، اللي استغل ظهر طاهر محمد طاهر احسن استغلال وجاب هدفين، لان كان في مساحات كتيره بيتحرك فيها مع سرعه هجمات مرتده. يعني نمره 2 الحقيقه وسط الملعب اللي كلنا اتكلمنا فيه بالنسبه للنادي الاهلي، ما فيهوش اي حد بيدافع، وبالتالي بمنتهى البساطه كان الشوط الاولاني محمد عبد العاطي بيتحرك وبيخترق من العمق بل وسجل، فكانت الامور سهله وبسيطه. دي النقطه الثانيه. النقطه الثالثه، حتى النادي الاهلي في الفرص اللي ضاعت منه لميكيسوني بالذات هدفين سهلين جدا، اتعمل كرات عرضيه كتيره جدا، بس لمين؟ مفيش لعيب صندوق موجود مهاجم قوي بيلعب بدماغه. فده من الحاجات برضو اللي اثرت على هجوم النادي الاهلي رغم سيطرته حتى الشوط الثاني بنسبه 62% مقابل 38%. نعم. لكن بدون فعاليه او بدون خطوره تذكر يعني. طيب ما احنا مفيش كلام يقال، لانه هو كله تقريبا ماشي في نفس الاطار، ان الطريقه اللي لعب بيها الاهلي والاسلوب. لكن طبعا مؤكد ان موسيماني ما كانش عايز يخسر ثلاثه، لكن في نفس الوقت بيجرب، ما كانش فارقه معاه قوي نتيجه المباراه يعني. لكن احنا بتؤلمنا، احنا ما تعودناش على كده وخايفين من اللي جاي.
هيبان بقى، يعني هعتبرها تجربه بسلبياتها قد نستفيد منها، لكن ما نقدرش نتحمل تكرار المشهد ده في التجربه القادمه. الحقيقه برضو عطفا على كلام الكابتن محمد عمر، هو اتكلم على انه جزئيه 3 4 3 مع النادي الاهلي ما كانتش مناسبه. هو مستر بيتسو موسيماني اول حد عملها واستخدم فيها حمدي فتحي في المباريات الكبيره، مش بالضروره ان دي الطريقه اللي هيلعب بيها في كل المباريات، هي بيقدر يامن بيها بورقه حمدي فتحي، لكن الاعتماد الاساسي فيها اللي ما كانش موجود النهارده الاثنين الديفندرز اللي في نص الملعب، لانه اللي نجح هذه الطريقه في المباريات الكبيره وجود ديانج وعمرو السوليه. اثنين ديفندرز جامدين جدا، قدراتهم متنوعه، 6 بيقدر يكون 8 و8 بيقدر يكون 10 كمان، فبالتالي بيخلي حمدي فتحي في الموقف الهجومي بيتقدم لنص الملعب، وديانج وعمرو السوليه بيزيدوا لقدام، والسيرد باكين بيفتحوا على الجناب. انت النهارده السيرد باكين مش موجودين، الاثنين الديفندرز ديانج والسوليه مش موجودين، بل مش موجوده بدائل ليهم، يعني انت بعد اكرم وبعد عمرو السوليه وبعد اليو ديانج وبعد حمدي فتحي ما عندكش هاف ديفندرز خامس، انت بتتكلم في 4 لعيبه في مكان واحد ومش موجودين، فبالتالي الاعتماد على نفس الطريقه في عدم وجود البدائل او العناصر اللي تنجح الطريقه هو ده اللي عمل شكل البوابه المفتوحه، فكان نص الملعب بوابه مفتوحه الكل رايح من خلالها.